تعد فيلة الأدغال الإفريقية أكبر الثدييات البرية على وجه الأرض، كما أن الفيل الأسيوي أصغر من فيلة الأدغال الإفريقية، وتمتاز بأذنيها الأصغر والأقل وضوحاً مقارنة بالفيلة الإفريقية، ويحتوي خرطوم الفيل على ما يقارب 40,000 عضلة، كما أن أنيابه تنمو لمرة واحدة فقط. ويشار إلى أن الفيلة تقضي معظم وقتها خلال اليوم في الأكل، حيث تتناول الطعام لمدة 16 ساعة يومياً، وتتغذى على النباتات فقط، لذا تصنف من الحيوانات العاشبة.